عليكم فتاتي، كديري؟ لاباس عليكم، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. وانا اليوم جيت نشارك معكم، انا كاينه فواحد البروكونت زوين بزاف، والبروكونت فيه المواد المستعمله وفيه الاسلحه الجديده. العيالات اي وحده تصنع شي حاجه في دارها تتحطها وتنجمعوا زوينه، تشجع حتى النساء يستعملوا شي حاجه زوينه في دارهم، علاش لا. وهالي بخدوي ديالي ها هما، ها الصابون ان شاء الله مازال غندير لكم فيديو عليه، هذا الصابون ديال كاكاو بجيلي سيلين غزال بزاف، هذا طبيعي بجيلي سيلين، هذا الصابون ديال الكركم راه مازال ان شاء الله نعطيكم فيديوهات عليه، وهذا الزيوت الطبيعيه زيت الكوك مازال ان شاء الله غندير واحد الفيديو عليه غزال بزاف، وانتم عارفين الفوائد ديال زيت الكوك، الزيوت ديال الروماتي، زيت الحلبه، الزيوت ديال الشعر، التبريمه اللي كنت درت لكم ديال الصابون البلدي راه زوينه بزاف، الغسول مازال ان شاء الله غندير لكم واحد الفيديو عليه راه زوين بزاف. انا ما تنسقيش الغسول، تنستعمل الاعشاب تنخلطو معاه، راه زوين بزاف للجسم. وهادشي كله كاين اللي درت لكم فيديو وكاين اللي مازال ان شاء الله غنوريه لكم. وهذا رشيم ديال القمح وديال الايلان ديال الصوجا اللي كنت درت لكم، ها هو على هذا الشكل هذا، وها هو مطحون، ها هو على شكل مطحون ها هو. والناس بزاف تيعرفوا هذا البروكونت باش يستافدوا، ونوريكم السلعه اللي كاينه هنايا عند هاد السيده، عندها هاد لي مونطون زوينين بزاف، وانا حبيت نشارك معكم هذا الشيء كامل، داكشي زوين غزال بزاف. ونتمنى ان شاء الله تلاقاو في شي بروكونت اخر، واللي بغى يجي مرحبا به، هادشي زوين بزاف، والنساء تيتشجعوا يصايبوا هادشي، وكاين اللي عنده سلعه تيبيعها تيجي حطها في هاد البروكونت. ونتمنى ان شاء الله اي حاجه زوينه مشيت ليها نشاركها معكم، وتستافدوا هادشي ديال الحاجه، هادشي غزال، كيسان كبار صغار، هادشي كله زوين بزاف. لي طاس البرير ذات داكشي قديم بلدي زوين بزاف، ونتمنى ان شاء الله يعجبكم هادشي. انا بغيت نشارك معكم انا فين كاينه اليوم، نتمنى ان شاء الله شي بكونت اخر نجمعوا كاملين وتشوفوا هادشي، وتيشجع حتى النساء يصايبوا شي حاجه زوينه في ديورهم ويجيبوها يحطوها في هاد البروكونت، يبيعوا السلعه ديالهم، هادشي غزال. انا جيت نشارك معكم هادشي، انا حيت فرحانه، انا بغيت نفرحكم معايا. وهاد السيده هادي تستعمل كونفيتور ديال الليمون ديال التفاح ديال غزال بزاف ديال الرمان في الدار ديالها، راه زوين بزاف هادشي، ونتمنى ان شاء الله يعجبكم هادشي راه غزال بزاف. انا تيعجبوني النساء اللي تيصايبوا شي حاجه في ديورهم يصنعوها طبيعيه، وتيشجع هادشي العيالات كلهم يديروا شي حاجه زوينه في الدار، حويجات اللي عنده شي حاجه مستعمله تيجي حطانا شي حاجه جديده، كبابط هادشي زوين، في زاكسسوار اثمنه مناسبه. ها زال هادشي بزاف، حويجات مستعملين، أثمنة مناسبة، اللي عنده شي حاجة في الدار ديال وليداتو حويجات ديالهم كتكون باقا مزيانة تيجيبها يحطها هنايا، كاين الناس اللي تيحتاجو لهاد الشيء، شي زوين. نتمنى ان شاء الله يعجبكم هذا الشيء، وانا ديما تنقولها اي حاجه زوينه نحب نشاركها معكم، ونتمنى ان شاء الله اي واحد اي مرة دير شي حاجه زوينه وباش تشغل وقتها وما تحش بداك لا روتين ديال الدار ديال الدراري الصداع ديال الوليدات، ونتمنى ان شاء الله يعجبكم هذا الشيء بزاف، تيشجعنا نعطيو شي حاجه زوينه للناس ونحاولوا نديروا شي حاجه طبيعيه. انتم راه شي حاجه اللي كاينه عندي هنا مازال غنديرها لكم فيديو ان شاء الله، كاين شي حوايج غنديرهم لكم ان شاء الله، ونتمنى يعجبكم هذا الشيء، ونخليكم على خير خواتاتي، الى اللقاء وشكرا.